نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يفهم من حديث عائشة رضي الله عنها استحباب قراءة سورة الإخلاص بعد قراءة ما تيسر من القرآن في الفريضة بدليل فعل الصحابي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له؟ إذا كان هذا بمحبة لها مثل محبة هذا الصحابي فلا بأس، إذا كان أنه يجد في نفسه محبة لها وفهما لمعناها فلا بأس. نعم.